كل التضامن مع الشاب الطالب المجد جعفر جاسم، والذي تم اختطافه من قبل القوات أو الأجهزة الأمنية الأردنية، ونتضامن مع أسرته ونبدي قلقنا الشديد على مصيره، ونطالب حكومة البحرين أيضا بالجدية في الكشف عن مصيره والإفراج عنه فورا، فهو طالب ومواطن بحريني يستحق مننا جميعا ومن النشطاء بأن يبادروا بإثارة هذه القضية التي تعتبر انتهاك وجريمة في حقوق المواطن وحقوق الإنسان.